هنا في تركيا، هنا نعيش الآن، هنا أكثر من 3 ملايين سوري. وسهلا فيكم مشاهدينا بأولى حلقات برنامج قهوة تركية، اللي هو امتداد لبرنامج من تركيا اللي عرضناه خلال السنوات الماضية بأكثر من 100 حلقة. الجديد ببرنامج قهوة تركية هو تعزيز النقاش حول القضايا والمشاكل اللي بتعترض السوريين هون بتركيا، والجديد كمان بالموسم الأول حتكون طريقتي المعالجة اللي رح نحاول فيها كسر كل الحواجز لإيجاد حلول أو تكوين قناعة صحيحة فيما يخص السوريين وعلاقتهم مع الأتراك سياسياً، اجتماعياً، قانونياً. ومثل ما هو معروف، في بتركيا أكثر من 3 ملايين سوري، يمكن العدد يزداد بسبب التطورات المفاجئة مو بس بسوريا بل بدول أخرى. تطورات عم تدفع السوري للإقامة في تركيا بسبب أنه هذا البلد صار الحاضن الأكبر والأهم للسوريين. نبدأ حلقتنا الأولى بعد الفاصل. برحب بضيوفي بالاستوديو، الصحفي السوري أسامة أسكدلي والصحفية السورية هند بوزو ورئيس موقع تورك بريس عبد الرحمن السراج والاستشاري بالشؤون القانونية رضا حلواني. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا. بنبدأ موضوع حلقتنا مع الحدث الأبرز اللي صار خلال الأسبوع الماضي واللي تطوراته مستمرة لهلأ، هو حوادث العنف اللي صارت بأورفا بسبب خلاف حصل بين عائلتين، عائلة سورية وعائلة تركية. شو رأيكم بالشيء اللي حصل وهيك وتطورات المشكلة اللي صارت؟ هلا بداية سوزان، مثل ما شفنا حتى بالتقرير اليوم بتركيا في ما يزيد عن 3 مليون سوري عايش بتركيا هون، فبالتالي تصرف أي سوري رح ينعكس على مجتمع بأكمله. اليوم فينا نسمي السوريين الموجودين بتركيا بأنهن مجتمع، اليوم السوريين بشكله ما يقارب 4% من إجمالي تعداد سكان تركيا، وهذا رقم لا يستهان به. فبطريقة أو بأخرى أي عمل بيقوم فيه أي سوري فرح يكون له انعكاساته على كافة السوريين. وتصرف غير مسؤول، ليش تصرف غير مسؤول؟ أنا بشوف أني هذا التصرف اللي بيطلع فيه مواطن وبيأخذ سلاحه أسامة، بس بدي وقف عن نقطة كل تصرف لحدا سوري بدنا نحمل وزره كل السوريين، هاي النقطة شو رأيك فيها مدام هند؟ طبعا أكيد لا، أكيد لا، وخاصة أنه الـ يعني السوريين واضح تماما أنه هني يعني أنا مدى هالسنين كلها بيطلع حالات فردية أوكي، لكن بالمجمل فهن ناس كويسين جدا. القضية الكبرى اللي بهيك قصص بتصير إنه لازم يكون في طرف ثالث، هو إما بيأجج الموضوع أو بينهي. يبدو في طرف ثالث كان عم يحاول يأجج كتير نار هاي القصة لتولع أكتر وتكبر أكتر. المشك كمان في نقطة كتير مهمة إنه هدول يعني قديش بقى عمليا انه صح او صح انه هن غجر والمقابلين هن قبائل. هلا بالمناسبة فكرة وجود الطرف الثالث تحدثت عنه حتى الحكومة، جهات حكومية ذكرت انه في اطراف ثالثة، رح نرجع نتناقش بهي النقطة تحديدا لكن بعد ما نشوف الفيديوهات. كبرتنا من اغويدو منو سلام يا ما
مثل ما شفنا بالفيديوهات، شو رأيك أسامة؟ سوزان، ما هذا اللي قلته أنا، يعني المعارضة شفناها على في خلال الانتخابات وخلال الأحداث اللي شهدتها تركيا، بإني عم بتحاول تستغل أي شيء أو أي تصرف لأي سوري لصالحها وتأجيج ضد السوريين، وهذا الشيء اللي شفناه بالفيديو. يعني اليوم شو زن كتار من السوريين يلي هن جايين هون عم بيحاولوا يأمنوا حياتهم وعم بيحاولوا يعيشوا يومهم بشكل طبيعي مثلهم مثل أي حدا تاني بأمان وبسلام. بنشوف إني صار في تعدي بسبب هذا التأجيج، أنا ما بنكر في طرف ثالث عم بيحاول يأجج هاي القصص، بس إني نحن تصرف غير مسؤول حدا. أولاد صار في شجار بين أولاد، طلع حمل السلاح، إني ما بشوف أي داعي لإني نكون نحن لهالدرجة نتصرف بهذه التصرفات العجولة. في اليوم تركيا دولة قانون، من الممكن نلجأ للقانون، نلجأ لناخذ حقنا بطرق قانونية. أنا ضد أي شيء بإني ممكن ينعكس على كل الطرق القانونية رح نحكي فيها، بس بالنسبة لموقف الحكومة، كيف بتشوف، كيف بتقيم موقف الحكومة التركية من الشيء اللي حصل بأورفا؟ هلا أنا الحقيقة يعني اهتماماتي بمتابعة الإعلام تتركز مثلا على الشأن السياسي، ما بتركز على قسم الحوادث. بس في نقطة مهمة هون لازم واحد يركز عليها إذا بده ياخذ الأمور بمنظور أوسع. الحقيقة أكثر الأقسام متابعة بالصحافة حول العالم هو قسم الحوادث. يعني مثلا صحف نحن ما بنسمع عنها المهتمين بالشأن السياسي، مثل ببريطانيا The Sun، بأمريكا USA Today. فأنا هلا حقيقة بعض الفيديوهات لأول مرة بشوفها بالتقرير، فبدي أعطيك ردة فعلي المبدئية. حقيقة هاي الحوادث هاي إذا اقتطعت وأخذت بحد ذاتها ممكن تكون ما بتعكس حالة عامة، نعم. بس لكن الأمر إذا تحول إلى ظاهرة أو إذا امتد أثره إلى شريحة واسعة بيكون فعلا في ظاهرة. هلا شفنا ببعض الفيديوهات في تصرفات مش نابعة من رد فعل على حادث معين، نابعة من مشاعر عميقة، بتحس إنه في مثلا في غضب عميق أو في حقد ربما يكون مش موجه تجاه هذا المحل اللي رمت عليه هذا الكرسي أو على الشريحة أو على الشخص اللي انضرب. تأكيد لك كلامك أستاذ عبد الرحمن، هي ردة فعل جزء من الشارع التركي. فيما يخص الشارع التركي العام، كيف عم بيشوف هاي الحوادث؟ هذا الغضب مرده إلى اعتقاد للأسف تراكم خلال الفترة الماضية، ولكن هاي حالة طبيعية بالمجتمعات كلها وعلى مر العصور مش بس هلأ. في اعتقاد أنا حالة طبيعية بأي مجتمعات، يعني هلأ في عندنا مجتمع هلأ مثلاً بشر. عشائري بأورفا، هل هذا له دور؟ هلأ عند الأتراك في شعور أنه في شريحة معينة، نحن مثلاً عم نتعرض كأتراك إلى ضغوط من قبل الحكومة، معيشية، أمور حياتية يومية، في شريحة ما عم تتعرض لا ما بتصور، بس تسمحي لي أكمل النقطة. هذا في شريحة ما عم تتعرض لهي الضغوط اللي هي السوريين. نسمع رأي المدام هالفعالة. هذا الاعتقاد بتلاقيه موجود بصحيفة مثلاً على لسان أحد السياسيين بحزب الشعب الجمهوري. معلش حابين نسمع رأي مدام هند. نعم، انتوا بتعرفوا ان القانون التركي يحمي الموظفين ويحمي الشريحة، يعني يحمي المجتمع التركي تماما. يعني نحن جينا ما اخذنا فرص حدا ولا اخذنا الا اضفنا، نحن اضفنا بشغلنا بجهودنا اضفنا. في مشاكل ممكن في عنصريه، ما كان في عنصريه مثل ما لا هي مساله عنصريه، المساله ما لها علاقه لا بالقانون ولا بظروف العمل اللي نحن اخذناها من الاتراك. نحن ما اخذنا شيء منهم، نحن اضفنا، هن اعطونا الارض ونحن اضفنا شيء. كان واحد بتركيا بيقدر يفهم هذا الحكي او عنده الوعي لحتى يفهم هذا الحكي ان السوري اليوم لما اجى ما اخذ حقوق، ما هي ثلاث ارباع الاتراك وسام بتلعب على هذا الوتر ان اليوم السوريين اجوا اخذوا بيوتكم، صاروا بالطبع صار انعكست المواضيع. استاذ رضا، ما بيدفعوا ضرائب، ما بيدفعوا، فعم بيستغلوا هذا الشيء ضد السوريين. فكان تركي واعي لهي القصه، فعم بيساووا تراكمات عند السوريين بحيث ان هي استاذ هند، هي الافكار الوهميه اللي عم تغذيها بعض الجهات. خلينا بس نسأل الأستاذ رضا، نسأل الأستاذ رضا من خلال تعاملك أنت مع الأتراك، هل بتلاحظ أنه في قناعة عند الأتراك بأنه السوري عبء؟ أو في أتراك بيشعوا شيء اسمه سوري وبيحبوا يتعاملوا معه ومستفيدين منه كأصحاب محلات أو كأصحاب معامل عم بيشغلوا عندهم سوريين، بيشوفوه على أنه إضافة، بيشوفوه أنه شيء كثير إيجابي موضوع السوري. بس ولكن ما يتعلق بالحادثة هي، ما أنا أول مرة صار حوادث كثير بأنقرة، بغازي عنتاب، حتى بأجزاء من اسطنبول صار هالحوادث بالنسبة للسوريين. إذا نقول بأسنيوت مثلا، فصحيح في عنصر ثالث، صحيح في تضخيم إعلامي، بس كمان نحن ما لازم ننكر دورنا. نحن ما عم نوعي الشارع السوري أو الشباب اللي هن وعيانين بظل الأزمة، نحن ما وعيناهم، فأجباري بده يصير ردة فعل غير ممنهجة، ردة فعل سلبية لسبب قلة الوعي.
فما بصير الشيء اللي ذكرته فيما يتعلق بحوادث غازي عنتاب. احنا استاذ عبد الرحمن لو رجعنا بذاكرتنا شوي لحوادث غازي عنتاب، رغم الشيء اللي حصل كمان اتسعت رقعه المشاكل، واخر شيء تبين بعض التحقيقات بانه كان الحادث مختلق مفتعل. نعم. وايضا بالمقابل يعني مثلا في سكاريا او في قيصري قتلت امرأة سورية، يعني اغتيلت بشكل تصرف، لكن هذا اللي أنا حكيته بالأول، هذا قسم الحوادث. هاي القضايا اللي عم ينعمل عليها زوم إن، وللأسف هي أكثر قضية بتنتشر بالإعلام، لذلك ما بتعكس حالة شو اسمه، يعني ما بتعكس الوضع العام، لكن للأسف الوضع العام في أفكار مشوهة خاطئة حقيقة. بعض الأتراك اشتغلوا عليها، بعض السوريين اشتغلوا عليها لتصحيح بعض المفاهيم، مفهوم إنه السوري بياخد فلوس مجانا من الحكومة مقابل لا شيء، مفهوم إنه مش مفروض عليه إنه يلتزم بالقوانين. هاي الأفكار المغلوطة سوقت في تركيا، سوقت في النمسا، سوقت في ألمانيا، سوقت في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية إنديانا، اللي هي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس منها هو اشتغل على قانون إنه ما بدنا نجيب لاجئين سوريين على إنديانا، مع إنه 9 لاجئين إجا بهذيك الفترة، يعني رقم كثير بسيط. نعم. فلذلك هي الظاهرة للأسف موجودة بكل المجتمعات، مثل ما قال رضا. أنا بدي أعلق على شغلة كثير كثير مهمة. نحن كسوريين واقعين تحت ضغط كثير كبير. كيف؟ نحن داخل مجتمعنا السوري نحن منقسمين، موالين، معارضين، سوار، يلي هو. إذا هذا الضغط الأول اللي علينا، ضغط المعيشة، ضغط الحياة اليومي، ضغط انسداد الأفق بالنسبة لسوريين كتير. الضغط الثالث اللي هو أخطر شيء اللي ما حدا عم يحكي فيه، اللي هو الضغط السياسي بأي ناحية. إحنا بنعرف إنه في اتجاهين لتركيا، اتجاه الأحزاب نفسها. إذا في أحزاب معينة تركية هي اللي عم تضغط سياسيا على الطرف الثاني، نحن اللي عم نكون عصا الرحى اللي عم ناكلها، يعني هني عم يكونوا يعني عم يستفيدوا من حالة إنه نحن الإيد اللي بتوجع حزب العدالة والتنمية. إذا في طرف ثاني هو بده يضربه ليضربنا نحن، لحتى يضربنا. هل تم تناول مين هي الجهات اللي عم تقف وراء تجيش الشارع التركي ضد السوريين؟ بدي أعلق على كلام مدام هند، أني أنا ضد أني نقول دائما أني يعني نشيل اللوم من على أنفسنا، أو يعني أنا ما أبرر، بس أني يعني ما بصير كمان نحن نقول طرف ثالث. نحن في عنا بالفعل، يعني أنا قلبا وقالبا مع السوريين وأنا شخص سوري، بس ولكن بالنهاية في نحن عنا شغلات اجتماعية أنا بشوف أني هي خطأ. نحن اليوم بعرف الضيافة، أنت اليوم لما بتروحي على بيت عم يستضيفك، أنت بتتبعي قوانينك أو قوانين البيت المضيف؟ قوانين البيت المضيف نحن اجتماعيين، بس في شغلة أسامة. بس في شغلة لا نحن اليوم نحن عايشين بمجتمع. والي إسطنبول رح نقول لك الكلام اللي عم بيقوله والي إسطنبول مع ممثلي الرأي العام بأورفا، الممثلي رأي العام السوريين بأورفا، عبيلهم كالتالي: أنتوا ضيوف عنا، ونحن من أكبر رتبة انطلاقا من السيد الرئيس إلى أصغر رتبة نصفكم بالإخوة، ومصرين على إن هدول الإخوان السوريين بيقولوا سوريا لكاردش ترمز. هاي نقطة. النقطة الثانية عم بينقل مشاهده من المدينة نفسها، عم بيقول اليوم نحن عنا بالعرف التركي إن الكبار بالعمر في حي مزدحم من السوريين بيناموا بحدود 8 إن طال للساعة 10 بيكونوا نايمين، الشباب للساعة 12 لأني تاني يوم عنده وظائف. عبقول مشاهداتي أنا شخصيا بهذا الحي إن في شباب سوريين، طبعا ما خطأ التعميم، بس في شباب سوريين الساعة 2 والساعة 3 تصرفاتهم وكأنهم الساعة 2 والساعة 3 بنهار. يعني أنا بقصد في عنا هذه الخلل الاجتماعي اللي ما عم نداري فيه، طبعا مو عم نحن بس نحن كمان عم يسبب تراكمات عند الأتراك عم يستهدفونا. لا 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 أنا دايرين أنا بختلف معك أسامة، هذا كلامه للوالي، هذا كلامه للوالي على عيني، على عيني الوالي، على عيني الوالي، سيادة الوالي على عيني. لكن نحن كمان يعني عم نتعرض لمية قضية، يعني ما بقدر بحكي انه نحن بالليل مثلا، معلش نحن بالليل ما بنقدر ننام لانه يعني في موتورات وموتوسيكلات وشجارات عم بتصير. مسؤول كويتي قال نحن هل نحن ضيوف ام لاجئين؟ في مره مسؤول قال يعني كويتي ان نحن ما عم نستضيف السوريين لان عندهم خلل صحي او خلل عقد. نحن هيك عم نبرر لهم ان ما تستضيفونا لان نحن في عندنا ضغوطات. انت اللي عم تقول عنهم ما بصير. دقيقه، نحن مين؟ نحن مين اللي احنا عم نبرر لهم انه احنا عندنا عقد نفسية؟ انا عم بحكي على حالي، على نحن عم نعيش حياة طبيعية، معلش بس معلش احنا بدنا نراعي قواعد يا الله نوعا ما الاجتماعية الموجودة عند الاتراك. ممكن نسمع رأي احنا نحن لاجئين ام ضيوف؟ احنا بدنا نحدد حالنا نحن لاجئين ولا ضيوف. الحكومة التركية مشكورة عم بتقول نحن ضيوف. القانون والواقع على الارض بيقول نحن لاجئين. اذا نحن
يطبق علينا كضيوف وكلاجئين ما يطبق على المواطن التركي. لما أنا بدي أشوف سوري أخطأ، وهذا شيء طبيعي بكل دول الأرض بيغلطوا، بكل دول الأرض يعني بشكله ممكن حالة قلق بالنسبة لحالة الجوار اللي هن حواليهم. إذا اليوم اللاجئ يتصرف بطريقة لا لا، نحن ما لنا ملائكة يا أسامة. نحن وقت بدي نتعامل مع أي دولة بالعالم تتعامل معنا كملائكة تمام، فنحن أوكي مدام هند. نحن نرجع نتابع حوارنا، بس خلينا نشوف كيف الإعلام التركي عم بيتعاطى مع هي الحوادث وكيف عم بيقدمها للشارع. سوريالرن kendilerini bizzat hiç kimseyi tanımadan, hiç kimseyi hesaba almadan ellerinde taşlarla, silahlarla evlere girip insanları tehdit ediyorlar. Artık evimizde hiçbir huzurumuz yok. Mutlu yarılarımız yok. Doğacak güneşimiz yok. Hiçbir zaman kapımızı açık bırakıp insanlara güvenemiyoruz. Akrabamıza artık güvenemiyoruz. Nereden derseniz Şanlıurfa'da olan Suriyelilerin artık içimize sızıp ailemize, namusumuza, şerefimize, haysiyetimize gösterdikleri içindir. Belediye Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'mızın sana verdiği oylarla seni sevdiği için başbakanı, cumhurbaşkanı yapacağız diye mi şu an Suriyeliler kamplardan çıkıp evlerimizi istemiyoruz? Hiçbir zaman Suriyelileri kendi memleketimizde istemiyoruz. أسامة بدنا نسمع رأيك، شو رأيك باللي هو عم بيقول إني نحن ما بدنا ترجمت لنا بداية شو حكى؟ أنت أكيد فهمت عليه شو حكى. هو عم بيقول إني نحن ما بدنا السوريين ونحن ما أعطينا أصواتنا للعدالة، وشوف كيف الكلمات اللي عم بينتقيها ترجم لنا، ترجم للمشاهدين كمان عشان يعرفوا شو حكى. ما أعطينا أصواتنا للعدالة والتنمية أو للرئيس أردوغان لحتى نصادف هي الحوادث، نحن ما عاد يعني هو أنا بظن شخص عم بيهلوس شوي كمان، لأن عم بيقول إني لا هذا واعي الشخص ما نوع عم بيهلوس أسامة. بيقول انا شخص ما عاد اوثق حتى باقاربي من ورا السوريين بلشوا يتسربوا، ما عم بوثق حتى باقاربنا هون يعني شوف لاي درجه راودوا شك. عم بقول ان السوريين اللي صاروا يتسربوا لمنازلنا ونحن تعدوا على كرامتنا وشرفنا وهو لهيك عم بيهلوس. هلا بس في شغله انا ضد، ركز على نقطه الترجمه بس الترجمه كامله، هو هيك شو ذكر السوريين عم يدخلوا على منازلنا، السوريين بلشوا يتسربوا الى حتى اقارب السوريين انا ما بوثق فيهم، لم نعد نثق من خلالهم حتى باقربائنا من الاتراك نعم. حتى يعني ان هن تسربوا لهالدرجه وصاروا ان خطر بهذا. هلا انا عم بقول لك ليش عم بيهلوس، اني هذا شو بيشكل اليوم خلص كل شيء قاله. ايه هو عم بيقول اني نعم. طبعا بيناشد الحكومه التركيه وعم بيقول اني نحن ما اعطيناكم اصواتنا لحتى اني نعيش مع هدول السوريين اللي هن عم بيقلقوا راحتنا واستقرارنا. بس القصه وين القصه تمام. هذا بس بعد اذنك اسامه نحن سمعنا شو حكى هذا الشخص، بدنا نسمع الست هند شو رايها باللي قاله. ايه هو موجود لازم يكون باي مجتمع، برجع بقول لك انه باي مجتمع رح يكون في ناس بتروح للاخير بعداء للضيوف أو للاجئين، في ناس لا بتروح شوي، في نحن أحيانا بنكون سبب بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا وارد جدا، لكن الفيصل بهي النقطة هو القانون. نعم هو القانون، يعني أنا لما بدي أتعامل كضيفة إذا نطبق علي القانون اللي بتعامل اللي بتطبقه فيه تمام. على المواطن إذا كقانون نحن لازم نتعامل كلاجئين مو كضيوف، ونحن نفس الشيء يعني نحن لما بنغلط لما بنغلط طبقوا علينا القانون. طب تمام بس خليني اسمع راي الاستاذ عبد الرحمن معلش. هلا هاي المساله بسيطه انا باعتقادي برجع لنقطه اللي ذكرتها انه اللي بده ياخذ صوره من قسم الحوادث عن الوضع بتركيا او الوضع بالنمسا او بالمانيا هذا زي ما يعني بده يكون غلطان، لانه عواطفك عم تاثر عليك. هلا هذا الحكي فيه يعني مبين تصفيه حسابات سياسيه مبينه وموقف شخصي عنصري. استاذ رضا بدي اسمع تعليقك على الموضوع. يعني كان شخص موتور طالع من مشكله كان فيه سحب سلاح حديثا كان طالع من مشكله ما فيك تقولي هذا راي الشارع التركي بالسوريين نعم. ابدا ما فيك تقولي نعم. هذا شخص موتور طالع من مشكله عم بيعبر عن غضبه بالحكي قدام الكاميرا، فما فيك تقولي هذا ردة فعل الشارع التركي. إذا كمان الوالي بالمقابل السوري اللي يتصرف بهذا الشكل هل فينا نعتبره أنه عم يعبر عن 3.5 مليون؟ أكيد أكيد لا. هلأ هاي لا. فكرة أكيد. الشخص هذا ممكن تكون مقبولة أنه نحن ما بدنا السوريين، نحن صوتنا لأنه إذا كنا عايشين بعشيرة أو بغابة بس، ولكن تركيا دولة وفي قوانين تحكم وجودنا هون نحن وفي سياسة بلد. سياسة البلد عموما أنا باعتقادي هاي قضية مجمع عليها، انه سياسه البلد بتقول انه السوريين موجودين هون ضمن اللائحه الثانيه،
في ناس طيب ما بحق الا تتواجد هون. عبد الرحمن مخالف يعني كان في قوانين وعم تطبق هي القوانين، هذا اللي عم بيهدد يعني علنا على الشاشه، كيف لازم يتحاكموا بخصوص الاضرار اللي حصلت بالمحال السوريه؟ شفنا حتى امراه يعني عم تساهم بالموضوع، كيف شو التعويضات اللي ممكن يحصلوا للناس؟ هل تم محاسبه هؤلاء؟ هلا اذا الواحد بده يتابع الامر بتفاصيله او تطبيق القانون ينزل الى المحكمه او يشوف شو عم بيصير، ولكن يا عبد الرحمن اذا احنا بس اليوم انا خليني خليني اكمل الجمله حتى ما احسب اني مثلا عم ابرر او عم خلونا بس، لكن انا باعتقادي انه الامور يعني ما في شيء تام، ما في قانون ممكن يطبق 100%، يمكن حتى في ناس تنظلم وما تتعوض، وهي حقيقة مؤسفة موجودة في كثير ناس مثلا عم بيضيع حقها. نعم. هلا مثلا انا امس اختي ساكنة بأورفا، المحل اللي بنفس بنايتهم تعرض الى هجوم واطلاق رصاص مع انه محل مسكر. نعم. هلا هي مثلا الاطفال اللي تم ترويعهم هدول كيف بدك تعوضيهم؟ بس ولكن إذا بعد اذنك في قدامنا الصورة هلا حتنعرض عنا على الشاشة لمحل احد المحلات بأورفا. والله السورية لديل هي أسامة ترجم لنا شو ظهر قدامنا على الشاشة. بالله السورية لديل أورفاليز، لسنا سوريين إنما نحن أورفاليون. بس إذا بتسمح لي أسامة بتعليق بالنسبة لأورفا، يعني هاي أنا ممكن عن طريق قناة أورينت يكون في شغل على مدينة أورفا. هلا الرسالة لأنه هي من المدن المظلومة صحفيا، هي بالمناسبة أكثر مدينة من نسبة عدد السكان مستوعبة سوريين. نعم فيها خمس فيها حوالي نصف مليون سوري. ونسبة كبيرة من هدول العوائل طلابهم بالمدارس وعم يشتغلوا، طبعا أكيد مش قاعدين متخبين بالبيت، النص مليون هدول غالبية المدينة، يعني يمكن نسبتهم بتقارب نسبة الأتراك الموجودين في أورفا. بعتقد انه لازم بخلال هاي الحادثه انه تعلمنا لقدام شوي انه ندرس حالات بأورفا، في كثير حالات شراكه بالعمل، في كثير حالات زواج. نعم. في كثير حالات اجتماعيه. والله بنفس والله الوقت ما في مشاكل. انا رح ارد على هذا الشاب ورح اقول له والله والله نحن كمان كسوريين مظلومين، نحن ايتام، نحن ما عندنا جهات رسميه مع كم مع العدد الهائل من السوريين الموجودين هون، لكن ما عندنا جهه سياسية ولا اقتصادية ولا شيء نحن عنا لحتى نقدر نلجأ له لحتى طيب. تقدر تحمينا وتعمل وترجع لنا حقنا كمان، نحن كمان احيانا كثير نتعرض للضغط من الحوادث. لكن بس لحتى نخلص تعليق على هي الصوره، برايك لو كان في فعلا تطبيق للقانون، هل يعني قانونيا مسموح انه ينعرض هيك؟ هلا هاي بترجع للنقطه اللي حكتها مدام هند، اللي هي انه الوكاله هاي مثلا ممكن تكون لها توجهات مثلا غير توجهات الحكومه، وفي ورقه سياسيه عم يتم الضغط لها، ضلع ضعيف. انا بقول لحظه بس اللي هن القانون اذا بنتبع موقف السياسي العريض يعني بشو الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه التركيه بعد هي الاحداث بأورفا، بنشوف اذا القانون عم بيطبق ولا لا. اولا اليوم الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه التركيه او السلطات الموجوده بأورفا، مباشره تم اعتقال 30 شخص ممن داهموا المحال السوريه، وتم اعتقال ما يقارب 20 شخص ممن يحرضون عبر وسائل الإعلام التركية ضد السوريين. فبالتالي هل الحكومة التركية واقفة قدام هذا الحدث هيك مكتوفة الأيدي؟ وقبل ممثلي رأي العام السوريين اجتمع الوالي مع المخاتير ومع المؤسسات المجتمع المدني بالولاية. نعم. عم يدعيهم إلى ضبط النفس، يعني إني توجيه رسالة إلى السكان الأصليين بأورفا إلى ضبط النفس. نعم أسامة، دائما موقف الحكومة التركية بيكون موقف تهدئة وفي حكمة الحقيقة، وبتقوم باعتقال كل الأشخاص اللي بيقوموا يعني حوادث الاعتداء. بدي انتقل بس لرضا، ما سمعنا تعليقك على الصورة اللي شفتها، هل يعني برأيك هو عم يحاول يدفع عنه التهمة بما انه سوري او ليحمي محله او شو؟ لا لا، كان عم يعمل شيء ترويجي لمحله كدعاية، هو ما اسأل السوريين وقت قال انا من السوري. اعلان محله بأي ناحية يعني؟ هو ما انه سوري الزلمة، انت فيك تقولي انه هو سوري؟ يمكن نعم. هو تركي انا ما انا سوري، انه لا تكسر على محلي يروح، يعني حمالة اوجه الرسالة، بجوز هو عم يقول انه محلي ما يروح. بس انا ما شفت اي اساءة بالشيء اللي هو كاتبه، هو فعلا شخص تركي من أورفا، بقول انا ماني سوري انا يعني من أورفا. بس بظل هذا الوقت يعني هي الغضب، حاله الغضب لما بتصير، عم يقول انه لما بتصير حاله الغضب فالنتيجه رح يكون في خسائر علينا نحن كلياتنا كاتراك وكسوريين، انه انا ما لي علاقه لكن انا ضررت. هذا كثير بيعبر عن عشوائيه الحاله والفوضى اللي صارت بالمنطقه. خلينا بس نرجع لنقطه اللي حكت عنها المدام هند، هو فكره السوريين، موقف السوريين كيف هن عم يحاولوا يوصلوا صوتهم وصورتهم الصحيحه للمجتمع التركي. رح نوقف مع رسالة نرجع لكم.
بدنا نوجه رسالة لكم. سيزاد بير ميساج جندرجاز. نحن السوريين في تركيا نقدم لكم كل الشكر. بزاد سوريا لتركيا ده سيزاد تشكر ديور. ونقدم الشكر أيضا للحكومة التركية على مساعدتنا. وبو تشكر ده ترك دولتة ده تشكر ديورز بزي يardım ettikleri için. نحن السوريين بشر فينا الجيد وفينا السيء. Biz Suriyeliyiz, insanlarız. Bazenlerimiz kötü, bazenlerimiz iyi. Bu asabi'l yed leyset vahide. Ve el parmakları bir parmak değil. Ba'dukum yazlimna. Bazenleriniz bize zalimlik yapıyor. Ve yakum bi teksiril mahal ve darbis Suriyin. Ve Suriyeli mahallelere taşlıyorlar ve Suriyelileri vuruyorlar. Ellezine la alaka lehum bi şey ve hum bahisine anil aman. Ve onların hiç alakaları yok, sadece onları koruyacak bir yer arıyorlar. Aqibu men asa'a lekum la tu'aqibu jami'a suriyin. Sizde kötülük yapanlara ceza verin ama bütün Suriyelilere ceza vermeyin. Nahnu lesna jami'an sayyi'un ve la jami'an malaike. Bizim bütünlerimiz kötü değil, bütünlerimiz de iyi değil. Şu rayık bir risale madam Hind. Hala hala كتير حلوة. كتير معبره بس انا قبل شوي كنت عم بحكي شغله يمكن ما مو وقتها هلا معلش بس نحن كسوريين شكرا لتركيا شكرا لكل الجهود اللي جابتنا وحمتنا وقدمت لنا الامان لكن بالمقابل نحن كسوريين نحن ما لنا قلال نحن رقم صعب ونحن اللي قدمناه وعطيناه نحن ما اجينا عالي على تركيا نحن لما اجوا شبابنا من 5 سنين 6 سنين نحتوا الصخر مشان يشتغلوا ويسبتوا ويناموا بالشوارع وبالحدائق وما يكون معهم حق خبز وما يطلبوا من حدا شحاده ولا يتسولوا تموا اشهر وانا بعرف عدد كبير حوالي 30 40 واشتغلت انا في موقع مامو اشتغلت انه على هي المساله قديش قديش وانتم هدول اللي كانوا اللي موجودين هون نفس احنا الحالة. انا واحده من الناس اللي اجيت كمان من جيت وكان معي قرشين حطيتهم بتركيا اجرت بيت اذا انا عم بدفع انا رحت اشتريت على البازار انا عم بدفع انا اشتريت اغراض انا عم بدفع انا اشتغلت اذا انا كمان عم ساهم اذا انا مالي عالي انا مالي عبء على تركيا لما بتشوف اني فيني عبء تاخذ الاجراء اللي بيناسبها للسوريين اضافوا لتركيا محل ما بيضيفوا وين ما كان بالجامعات اضافوا بالمشافي اضافوا الطبيب السوري متميز عن كل الأطباء ما رح أحكي الأتراك لكن متميز نعم. المهندس العامل ربة البيت المخبرية مدرسة الأطفال هاي الصورة اللي عم تحكي عنها مدام هند هل السوريين بعد 7 سنوات من وجودهم بتركيا نجحوا بأنه يعكسوا هاي الصورة للشارع التركي؟ أكيد إيه أكيد إيه وإلا كانت الحوادث اليوم في عنا مثل ما قالت الست هند اليوم في عنا حالات نجاح كتير كبيرة ومنهم طالب من فترة كتير قليلة تفوق بكلية الطب وطلع الأول نحن نعم. يعني طلاب بس نحن رحنا كعاد وتكرم من قبل نائب رئيس الوزراء الأسبق ميمت شمشيك القصة وين القصة سوزان بإني نحن هاي الحوادث الصغيرة بنرجع إني عم بتروح الصالح مع الطالح نحن ما عم نقول غير الحكي اللي قالته مدام هند بس نحن هون عم نقول إني شو وزنت هدول الناس اللي ما لهم علاقه بهي القصه راحت محلاته التجاريه اليوم هذا الاب وقت عم بيوجه رساله عم بيقول ان السوريين مو كلهم سيئين طبعا مو كلهم كويسين بس مو كلهم سيئين لاني في شيء عم بيضرني انا في شيء عم بيضرك انت اليوم هذه الاحداث وقت عم بيتناقلوها ان السوريين تمام اسامه خلينا نختم هذا الملف برايي لانه بس انا كلمه صغيره كنت حابه كثير تفضلي بس بسرعه لو سمحتي لانه بدنا ننتقل لملف نحن دورنا كاعلام نحن كدورنا كاعلام نحن ما عم نقول للاتراك يا اتراك نحن شركاء نحن بمرحلة هلأ نحن بحاجة لسند وليس بحاجة لحين تمام. بس بعد إذنك بس نسمع رأي رضا بشكل سريع أنا مالي عرفان ليش كثير عم نهمش فئة كبيرة من اللي هن الناس فعلا الحكومة التركية ساعدتهم عملتهم فرص عمل عطتهم كروت هلال الأحمر غض النظر عنهم هنا بيشتغلوا بدون إذنة عمل تمام أستاذ رضا رح نرجع لمناقشة عدة مواضيع ولكن بعد فاصل قصير
برحب فيكم من جديد. اتفاق سوتشي هو محور اهتمام المجتمع الدولي والإقليمي، ونحن كسوريين شيء مركزي بحياتنا، موضوع مصير محافظة إدلب. أستاذ عبد الرحمن، إلى حد الآن تركيا عم تقول أنه الاتفاق يعني يجري، وأنه هو ممكن يكون نقطة بداية لحل سياسي بسوريا. شو رأي حضرتك بالموضوع، خصوصا بعد الحديث عن خلافات روسية تركية حول الاتفاق، حول بنود الاتفاق؟ الحقيقة هي الخلافات مش بس روسية تركية، روسية تركية أمريكية، حتى الدول الأوروبية لها دور الموضوع. ونحن كسوريين أو كثوار سوريين مثلا موجودين في إدلب أو موجودين خارج إدلب لهم دور رئيسي في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه إدلب الحقيقة هي مش مسألة منفصلة بذاتها، إدلب هي نقطة النهاية، هي آخر مدينة يوجد فيها شيء يمثل الثورة السورية. لذلك الخلافات بين الدول هي خلافات تتعلق بشكل التسوية ما بعد إدلب، ليست فقط اقتسام كعكة مثلا بداخل سوريا، لأن التسوية في إدلب ستحسم عدة أمور. مثلا ستشكل وضع سياسي جديد يهم تركيا كدولة جارة، يهم روسيا كدولة لها مصلحة في المنطقة ولها مصلحة مع نظام سوري وكدولة داعمة للنظام السوري. لذلك ما يتم الحديث عنه، حتى مثلا الولايات المتحدة أرسلت مبعوث إلى الملف السوري جيمس جيفري، أجرى جولة في عدة دول بالمنطقة قبل إعلان اتفاق سوتشي وإبان الحديث عن عملية للنظام السوري والقوات الروسية في إدلب. المبعوث كان يتحدث عن نحن نبحث مع الدول وقف عملية إدلب وما إلى ذلك ووضع المدنيين، ولكن حقيقة الأمر أن ما كان يبحث هو ما الوضع ما بعد إدلب، كيف سيكون وضع، كيف ستكون يعني مثلا في السابق كما رأينا عندما خرقت القوات الروسية وقوات النظام السوري اتفاق وقف التصعيد الذي وقع بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، يعني أكبر من هيك الطرفين سياسيين لم يبقى حقيقة. خرقت هذا الاتفاق وتبين بأن وأثبتت مرة أخرى بأن لها اليد العليا في سوريا. هل ستظل اليد العليا للنظام السوري وإيران وروسيا لهذا المحور في سوريا ما بعد إدلب؟ هذا هو الآن الخلافات جارية على هذا الموضوع، هل سيكون لتركيا دور، هل سيكون حماية لمصالح تركيا؟ مدام هند، شو رأيك ببنود الاتفاق، هل برأيك عم تنعكس إيجاباً أو سلباً على فصائل المعارضة وعلى مصير محافظة إدلب؟ لا أكيد، يعني هن حطت تركيا خيار أنه قالت نحن مع الشعب السوري، مع الثورة السورية بما يمثل هؤلاء. لكن في نقطة كتير صغيرة حابة نوه عليه نكمل عن حكي الأستاذ عبد الرحمن، أنه في المشكلة هلأ اللي عم يعانوا منها كل الدول هي وجود 4000 ما يسموا بالغرباء. هدول الموجودين بإدلب، تركيا أخذ موضوع الجبهة الوطنية للتحرير يعني وتبني للقادم الأيام ممكن يكونوا جيش الوطني بعدين، لكن مع هيئة تحرير الشام ومشاكلها هدول. لكن في الأزمة الكبيرة اللي وقع بيناتهم اللي ما كتير الناس عم تحكي فيها لا إعلاميا ولا على الأرض الواقع، يلي هني هدول 4000 أو 5000 شخص اللي رافضة الدول اللي إجوا منها يرجعوا لعندها ويتحاكموا هنيك، هن رافضين وجودهم هنيك. لذلك هلأ محتارين إنه هن وين بدهم يروحوا ليرجعوا للقاعدة، الطريق مقطوع عليهم. نعم. وزيرستان ما وزيرستان. هذا الحكي تسريبات ولا؟ لا كلام أكيد، كلام أكيد. أنا قريت وعم بعمل تقاطعات كتير كبيرة. طب شو هلأ موجود 4000؟ هل فعلا في 4000 مقاتل أجنبي موجودين بإدلب؟ إيه موجودين، لكن هن يبدو ما حدا بده كتير يبالغ فيه لأنه هدول وجودهم خطر. شو رأيك هل فعلا موجود هذا الرقم بإدلب؟ هلا اللي بعرفه ان الموقف تركيا هو الاصعب من الموقف الروسي بسبب هذه المجموعات المختلفه المتواجده بإدلب. اليوم تركيا عم تتعامل مع فصائل مختلفه وهذا شعب صعب. اليوم روسيا فقط مع النظام وقادره تسير كلامها مثل ما بدها وتمشي النظام وفق يعني ما تريده روسيا ولا ما يريده النظام، ولكن الموضوع بالنسبه لتركيا شوي اصعب لان في عندك مجموعات مختلفه، منهم الجيش الحر، منهم مجموعات مصنفه ارهابيا. تركيا تفضل التعاون مع معارضة ما تسميه بالمعارضة المعتدلة، وبالأخص أني منشوف فصائل رفضت من البداية اتفاقية سوتشي. رضا، كيف بتشوف رأي الشارع السوري بالاتفاق سوتشي؟ الرأي الشعبي يعني برأيك، هل الناس عم تشوف هذا الاتفاق بطريقة إيجابية ولا بتشوفه؟ بالنسبة للشعب البسيط السوري هو مو كلام، يعني ما برأيه أنه هي رح تأثر على مصيره، وبالنهاية اتفاق دولية. يعني في حالة عدم ثقة ولا في حالة؟ لا ما في ثقة بالموضوع. يعني بتضل هي مجرد اجتماعات مثل قبلها مثل قبلها مثل قبلها، ما في شيء تغير.
غير الأسوأ. حتى لا اللي بتابعوا هاي التفاصيل يمكن يعني الشعب صار وراء اكله وشغله لا يعني قد ما صار مؤتمرات قبل وعلى قد ما صار طلعوا على الاستاني وعلى كذا ما في ثقه بالموضوع. خلونا ننتقل لموضوع ثاني اللي هو العلاقه الامريكيه التركيه بظل التطورات اللي عم تصير بادلب وبالشمال السوري بشكل عام. اسامه كيف بتشوف الى اين تتجه العلاقه الامريكيه التركيه؟ هلا كان في شيء غريب بالاتفاقيات اللي صارت بعد سوتشي انه مباشره اليوم الموقف التركي ضمن اتفاقية سوتشي لفت الأنظار إلى شرقي الفرات وطبعا نوهت إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية وأعربت مرارا أن هذا الأمر بالنسبة للحكومة التركية أمر غير مقبول. والغريب بالموضوع أن لأول مرة شفنا أن دعم روسي إيراني في خلال قمة طهران للموقف التركي وموقف الإيراني الجسد بأني أيضا لا تقبل بالتنظيمات الإرهابية في شرق الفرات وبنفس الوقت الموقف الروسي. اليوم زيارة إذا بدنا ننطلق من زيارة الرئيس أردوغان إلى أمريكا، أردوغان لم يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين العلاقات. أردوغان كان بيحمل بجعبته أمرين مهمين، الأول لفت الأنظار إلى الأزمة الإنسانية يعني من الناحية الإنسانية اللي ما يحدث في سوريا وموقف التركي من كل ما حدث ومؤخرا تجنيب إدلب من كارثة إنسانية، بالإضافة إلى الموضوع الأهم واللي ناقشته التركية اللي هو العلاقات الاقتصادية. اليوم إذا منتبع التصريحات بس خليني نوع شغلة، إذا منتبع تصريحات المسؤولين أمريكا اليوم ترامب أثنى على الجهود التي تبذلها تركيا فيما يخص إدلب، بنفس الوقت شفنا أردوغان عم بيقول إن إدارة ترامب غير مسؤولة ووصفها بإن غير المسؤولة ويعني ذم يعني في طرف عم بيمدح وطرف عم بيذم. من هون بنشوف إن أردوغان الغاية الأهم عنده الوضع الاقتصادي وهذا ما دعا إليه، فقال إن يجب فصل العلاقات الاقتصادية عن العلاقات السياسية. وقبيل مغادرته من واشنطن عقد لقاء مع ممثلي الشركات الكبرى بأمريكا بغرض أن أعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تركيا. أسامة رح نحكي على التبعات الاقتصادية لتوتر العلاقة الأمريكية التركية وانعكاسها على الأسواق التركية، لكن بدنا نسمع رأي المدام هند عن الموقف الأمريكي من اتفاق سوتشي. هلا امريكا بشكل او باخر رفضت رفضا قاطعا وجود انه وجود ايراني، يعني هي راحت للاخير بهي المساله، رفض قاطع لوجود الايراني بسوريا. والدليل على هالشيء كمان التدخل الاسرائيلي والخبط اللي نازل على مواقع الايرانيه الموجوده بكل مناطق سوريا. اذا امريكا رافضه تماما ولا راده اساسا، ما قامته الموضوع كله من عين اصله فيه، يعني انه اوكي يعني بالاخير نحن بدنا ايران تطلع من هون وتنتهي القصة على خير. خلينا نختم هذا الملف بتغريده للرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نؤمن بأن الحلول دون تكرار الجرائم الإنسانية في مدينة إدلب قد تركت المجال مفتوحاً أمام إحلال السلام وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا. هدفنا هو تطهير الأراضي السورية انطلاقاً من منبج ووصولاً حتى حدود العراق من كافة التنظيمات الإرهابية، وندعو العالم بأسره لإيجاد حل سياسي عادل من شأنه أن يؤمن الحد الأدنى من الرفاه والاستقرار. عبد الرحمن، شو رأيك بكلام الرئيس التركي؟ يعني أنا مثل ما ذكرت بالبداية هو يدخل في إطار الأخذ والرد يعني في ما يتعلق بمسألة إدلب وبالتسوية النهائية. تصريح الرئيس التركي، تصريح رئيس ترامب، يعني هي المسألة ربما تكون يمكن نظر إليها من عدة أطراف، بدها شوية زوم أوت، يعني مثلا تركيا وروسيا وإيران في نفس المكان حيث العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة. هم تركيا مثلا ربما تكون أقرب إلى الولايات المتحدة من حيث اتفاق إدلب أنه لا تؤيد دخول قوات روسية وقوات نظامية إلى إدلب، لذلك المسألة ربما تكون معقدة. ولكن إذا أردنا تبسيطها، الإشكال الحقيقي أو التدافع الحاصل هو التدافع حول التسوية النهائية، شكل التسوية النهائية ما ستحصله كل دولة من هذه التسوية. وللأسف نحن كسوريين نأمل فقط أسامة، خلينا نختم هذا الملف وبدنا نحكي عن تأثير سعر صرف الليرة التركية على الأسواق بشكل عام بعد الفاصل.
شهدت الليرة التركية خلال الفترة الماضية تذبذب بأسعار الصرف، ومؤخرا شهدت تحسن بسعر صرف الليرة التركية. كيف انعكس هذا الشيء على أسعار المواد الغذائية على الأسواق التركية بشكل عام؟ هل في يعني صار زيادة ملحوظة على المنتجات؟ بداية سوزان، اليوم الاقتصاد التركي تعرض لهجمة كثير كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، وهذا الأمر اللي دفع الرئيس التركي بأن يحمل أهم أجندة أو أهم ملف أو من ضمن أهم الملفات ضمن أجندته الملف الاقتصادي. قبيل مغادرته إلى أمريكا عقد اجتماع مع مستثمرين أو مع ممثلي الشركات الأمريكية، وقبل مغادرته من أمريكا كمان عقد لقاء مع ممثلي الشركات الأمريكية. هلأ عمليا ضمن الحرب اللي أعلنتها أمريكا واللي هي بتهدف إلى زعزعة ثقة المستثمر حيال الاقتصاد التركي، تركيا عم بتحاول تتخذ خطوات مضادة. وصل الأمر بالرئيس التركي أردوغان إلى أن يعطي للمستثمرين الأجانب ضمانات شخصية. اليوم حتى في ألمانيا ولا أمريكا لما جلس، يعني ضمانة شخصية، ضمانات شخصية. اليوم الرئيس أردوغان لما قعد مع ممثلي الشركات الأمريكية كان في عبارة كتير مهمة قال لهم إياها، قال لهم نحن لا ننظر إليكم على أنكم مستثمرون أجانب، إنما أنتم يعني تعاملون معاملة الأتراك. وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال لممثلي الشركات الأمريكية كمان بالحرف، قال لهم أنتم في بلادكم وفي حال لزمكم أي شيء أنا موجود. لما بيقول لك رئيس دولة أني أنا موجود هون، هو عم يعطي بمثابة ضمان شخصي، عم بيعطي كريدت ثقة، لأن الحرب اللي أعلنتها أمريكا مثل ما قلت أن هي حرب زعزعة الثقة. أستاذ عبد الرحمن، برأيك شو رأيك بالشيء اللي ذكره أسامة؟ هل ممكن هذا الشيء يساهم يعني تعافي الليرة التركية؟ في وجهين للقضية. الوجه الخارجي هو بالنسبة لمثلا ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي وبالاستثمار في تركيا، أكيد تأثر على الليرة التركية. في وجه آخر هو وجه هيكلي بنيوي، بعد سنة 2007 والأزمة الاقتصادية العالمية، الاقتصاد التركي كاقتصاد ناشئ بهذيك الفترة حصلت قضية اعتبرها بعض الاقتصاديين أنها خطأ فادح، إطلاق الاقتراض أدى إلى أنه الدولة مثلا يصير فيها نمو كبير، لكن بنفس الوقت مخبأ بداخل هذا النمو هشاشة، يعني إيش بيسموها هشاشة الاقتصاديين، فراجايل، بيقول لك انه الاقتصاد التركي صار يعتمد كثير على الدولار. يعني مثلا هلا الجسور انت عم تشوفيها هي جسور مبنيتها شركات اجنبيه براس مال اجنبي، بالمستقبل بعد 20 او 25 سنه راح تعود للدوله التركيه، ولكن الان هي مبنيه بالدولار. فلذلك هاي الدولار، الدولارات او الديون الكبيره بالدولار او المقومه بالدولار، لما تنزل الليره التركيه بدها ينعكس عليها بشكل سلبي. لكن باعتقادي ملاحظه سريعه انه المتابعه اليوميه لسعر صرف الليره هي ما بتعطيك، ما بتعطي مؤشر دقيق، ما بتعطي مؤشر دقيق ابدا، واثر ببين بعد عده اشهر على الاقل. استاذ رضا، كيف بتشوف يعني انعكاس هذا الشيء على السوريين بشكل خاص؟ السوريين بشكل خاص طبعا ضايق الموضوع، ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر الكهرباء، غلاء المعيشه بشكل عام. بينما بموضوع المستثمرين فهنا اخذوا ضمانات، وصل انه بحصول على الجنسيه التركيه في حال استثمار كعقار بقيمه 250 الف دولار او استثمار ثابت بقيمة 500 ألف دولار. وحتى بالنسبة لأصحاب الشركات اللي في عندهم 50 عامل تركي فكمان بيحق لهم أنه ياخذوا الجنسية التركية. تمام، رح نكمل حديثنا لكن بعد ما نشوف استطلاع رأي الجمهور. هلا بالنسبة لأجار بيتي مثلا ارتفع، والمي والكهرباء ارتفعت كمان، يعني والمعيشة شوي صارت أصعب يعني من قبل. الأجارات بشكل عام ارتفعت، يعني الليرة ارتفعت ونزلت ما تغير شيء. الأوضاع المعيشية بالنسبة للغلاء غليانة، بس المواطن هذا هو الأجارات، البيوت بشكل عام مرتفعة، يعني بالنسبة للمواطن التركي ما بتفرق معه. يعني بالنسبة لارتفاع الأجارات، هلأ نحن بالنسبة لنا ما ارتفع أجار بيتنا فما أثر علينا، بس في ناس كتير أنا سمعت منهم أنه تأثروا كتير بأجارات البيوت، أنه مثلا في بعض الناس ارتفع أجار بيتها للمية، وفي ناس ارتفع للميتين، وفي ناس ارتفع للثلاثمية. هذا غير أنه كمان فواتير الكهرباء والمي زادت. هلأ هذا الشيء أثر علينا نحن كمان، مع أنه ما ارتفع أجار بيتنا، بس كان الوضع كتير سيء بالنسبة لأجارات البيوت لبعض الأشخاص السوريين المتواجدين هون. لقد ارتفعت أجارات المنازل علينا نحن الأتراك كما السوريين في غازي عنتاب، وأصبح من الصعب جداً إيجاد منزل مناسب لنا ويتوافق مع دخلنا الشهري، ونحاول كثيراً معرفة سبب هذا الارتفاع، لكن
دون جدوى. نحن كمكتب عقاري تقدمنا بطلب لمديرية العقارات في غازي عنتاب يتضمن شكاوي المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع أجار المنازل بسبب ارتفاع الدولار. والآن قلت المنازل بالتزامن مع افتتاح المدارس وعمل الموظفين الذين يطلبون منا منازل بأجارات رخيصة ومناسبة، لكننا لا نستطيع تأمين طلبهم. مدام هند، شو رأيك باستطلاع الرأي اللي شفناه؟ فرق كتير كبير بين رد الفعل الترك الأتراك ورد الفعل السوريين. السوريين دغري بيمتصوا الصدمة لأنهم متعودين، يعني عندهم خلفية عن هذا الموضوع. الأتراك خايفين كتير ومتوترين، خايفين يعني إنه بيقولوا لك إنه هلا ممكن هلا بس بعدين شو؟ السوريين إنه يعني متعودين، يعني بيرتفع اليوم بتنزل بكره عادي. بس بشكل عام يعني هو ما هو ارتفاع، ما بصور إنه هو ارتفاع بالنسبة للعقارات. اللي هو القضية أثرت على المستهلك اليومي، يعني على الاستهلاكات اليومية اللي أنت بتاخذيها، اللحم الخضار الفواكه، هي اللي وضحت كتير، كانت واضحة فيها قصة التمرض مواد تنظيف، هي اللي وضحت فيها مواد الارتفاع الأسعار. بتوجه بسؤالي لرضا بخصوص موضوع الإعفاء اللي صدر بخصوص المخالفين، شو مدى دقة هذا الحكي وعلى مين بينطبق إذا كان صحيح؟ هلا هو ما في إعفاء أو قانون ثابت بالنسبة للمخالفين، بس ولكن كإجراء ضمن صلاحيات إدارة الهجرة عم تتبعه بأنه عم تمنح الإقامات السياحية للسوريين اللي هن في معهم بطاقة الحماية المؤقتة. لازم يكونوا مستصدرين بطاقة الحماية المؤقتة خلال 3 أشهر من تاريخ دخولنا لتركيا، حتى لو كانت من سنة. يعني مثلا أنت دخلتي من سنة وخلال 90 يوم من تاريخ دخولك عملتي الكملك وصرحتي بإقامتك، فهلا أتاحوا الفرصة أنه تقدري تاخذي إقامة سياحية. الشق الثاني كان بالنسبة لأصحاب المؤهلات اللي بتشوف فيهم إدارة الهجرة أنه هن مفيدين للشعب التركي إذا أخذوا الإقامة السياحية، مثل إذا كان في عنده شركة أو كان في عنده تصريح عمل بموجب حماية مؤقتة أو كان عنده أملاك ثانية بموجب شركته أو كانت ممكن زوج مواطن تركية أو زوجة مواطن تركي، كمان ممكن ينظر بهذا الموضوع. فعم يأخذوا الإقامات عن طريق هذا التسهيل، بس مو عن طريق استثناء أو قانون، هو مجرد إجراء ضمن صلاحيات إدارة الهجرة وليس أكثر. إذن بس فقط بيشمل اللي عنده ختم جوي مضى عليه 3 شهور أو ختم يعني من الحدود البرية مضى جوي. مهم المدة فقط، مهم يكون هو مصرح بتاريخ دخوله قبل ما يكون مخالف، قبل ما يدخل دخل، يعني قبل ما يكون دخل بتاريخ مخالفته يلي هي أكثر من 90 يوم. الأستاذ رضا حلواني الاستشاري في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. الأستاذ عبد الرحمن سراج مدير موقع تروك بريس. الصحفية السورية هند بوزو بدي أتشكرك على المشاركة معنا. والصحفي السوري أسامة أسكدلي شكرا على مشاركتك. ختاما بتشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، بنشوفكم الحلقة القادمة مع مواضيع جديدة. إلى اللقاء.